حيين كثير ان شاء الله كل عام و7 نوفمبر حيين كثير وان شاء الله كلمتين بمناسبة ذكرى 25 تحول الموبايل. هو جوع! سبعة نوفمبر. الدنيا والعالم اليوم برشا مهم. سلا ترسوا لنا عطلة 7 نوفمبر. وين ذو أمان؟ آه ذو! أنتم على الكشافي! أين أنتم عكسريني والكافي! أين اشتغل بالحكاية! عم دور كريسنا من لحدي الصحبات تربتنا تبشرتنا من عم براجل حشيني كنتو تفشطوني يا مش قادة تحكيني بليك في خالك مش شفوش مش شحوش باللي تفهمها سكر فوقك عبي الكروش استنى في باي يا بابا يسي ما كنت عند رشاك والرأسة والكرتابة. ايش بين الناس كل جيت عمال ايش تعمل هوني انت معناه ما فهمتيش لك ايش بيقول لي مدلي ميكرو قول اخويا ايش تعمل هوني بدلت صانع التغيير بمهندسين لا تغيير. تعال قليلة كنت براسي يعني. توا ولوا لكم ثلاثة. كنت متعبكم مرة في العام 7 نوفمبر. توا هاو اليوم هبطيكم في 23 أكتوبر. هاو مهبطيكم في 14 جانفي. خلي عادك عيد الاستقلال وعيد الجمهورية يجيوا جماعة الآخرين يهبطوكم. فبحيث انا منصه الحفله عايز خويا ما خرجتش تحتفل مع اخوانك المواطنين اللي خرجوا يحتفلوا نهار 23 اكتوبر بباردو وعملوا حتى هم معناها تظاهره يحتفلوا فيها بالشرعيه. اخويا نحب تظاهره نحتفل فيها وحدي بكل صراحه معناها نحب نحتفل مع حتى حد. ما حدي جات سيفتي صحافي جاي نخدم كيفك انا جاي نغطي في الايفينمون هذا فكره معناها خارجه على المألوف شويه عملوها وليدات صحابنا من جينيراسيون تاعنا حبوا يقولوا للناس اللي وفات علاش عملنا الثوره ويجيو نشوفوا بالمطلب شنو يتبدل من 23 اكتوبر لليوم. دونك فما ناس معناها دي تالون اليوم جايين الحاجه الاولى معناها باش يعملوا موسيقى الفن من اجل الفن والحاجه الثانيه باش يعطيوا مساج اللي هو راهو كيما بن علي كذب على الناس عام 87 وبرشا ناس صدقتو راهو يتنجم معناها بعد 23 سنه تجي ناس اخرين تستغل ولا تركب على زخم نتاع ثوره وحراك ثوري وسيروره ثوريه ويجي يقول لك عملنا ثوره من بعد فينالمون نجيو نشوفوا بعد عام ونص ولا اكثر نلقاو رواحنا ما حققناش الربع ولا الثمن نتاع المطالب اللي كنا ناويين باش نوصلوا لهم. برضو يحتفلوا بالشرعيه علاه ما خرجتوش تحتفلوا معاهم ما عملت لهمش حفله لان خاطرنا وقتها نحن عندنا معناها الجريب وتو اخير معناها على احتفالنا هذا بالله تحول المبارك
يعني ما تبدل شيء في تونس ما بريود زين طبعا. اليوم تحت فيلم 7 نوفمبر هو اللي تحول ما برشا مواطنين تونس خرجوا من البرد نهار 23 اكتوبر احتفلوا بالشرايع، علاه ما خرجتش تحتفل معاهم وعلاه ما عملتش حفله باش تحتفل زياده بالشرايع؟ والله قاعد تكذب مش نورمال وكذاب وسفيه. وين برشا مواطنين؟ وين تكذب عليا؟ خرجوا مجموعه من المواطنين. مجموعه تحكم على مجموعه انت؟ ايوا نصيبوا شويه عملنا الثورة احنا انتو بارانتيز ثورة سالي سن في بالي بشيء كما قلت قبل الناس معه في برشا وعود وقادنا نلقاه في برشا وعود حمزية والمدامية كلاوي في بيتشي مهدي يا الزبير هزر بالمجد وديبنا مرسي توما شكرا على حضوركم الناس الكل على برشين ان شاء الله لنا فونتريتي لنا عبد الله يا شاك